بسم الله الرحمن الرحيم. رسم الهدار الفيومي نصفه منزوع الأتربة. ده الهدار الفيومي ومنزوع منه كامل الأتربة. بيتكون من الهدار الفيومي نفسه منسوب العتب، ودي القاعدة اللي هي بيرتكز عليها الهدار وبيرتكز عليه جناحي الهدار. ده الجناح الأيمن وده الجناح الأيسر، وبينهم الإيه؟ الهدار، والمية بتيجي تعدي من فوقه إلى الناحية التانية. وعرفنا وظيفته واترسم في مرات سابقة، بس اترسم في المرات السابقة كان منزوع الأتربة بالكامل. يعني الهدار بتاعنا كان بيترسم المساقط التلاتة بتاع الإيه؟ المنظور اللي قدامنا. دلوقتي إحنا بصدد رسم الهدار الفيومي بنصفه منزوع الأتربة. يعني إيه نصفه منزوع الأتربة؟ الهدار كده بعد إنشاؤه بنبتدي ونخلص الإنشاء، بنبتدي نردم حواليه. يعني هنا الجزء ده كل دوت بيتردم، والجزء ده بيتردم من المجرى المائي بتاعي، وبيبقى المجرى المائي هنا جاي بشكل شبه منحرف. الحوائط الصندوقية بتحوله من شكل شبه منحرف إلى القطاع المستطيل، وبعد كده الحيطة المايلة دي والمايلة دي بترجع تاني تحول القطاع من مستطيل إلى شبه إيه؟ منحرف. ضروري نفهم هنا بقى إزاي بنقدر في الخلف نلحم ما بين التراب والحيطة. التراب بيجي مايل كده والحيطة هنا مايلة كده، فبناخد الحيطة المايلة دي مع التراب المايل ده، وبشكل هندسي ربع ايه؟ مخروط. يعني ايه ربع مخروط؟ ربع مخروط المخروط قاعدته دايرة. احنا هنا بناخد ربع مخروط، هتبقى الحتة دي اللي فوق ربع ايه؟ دايرة. وده هيبقى راسم اللي هو راسم من المخروط، مظبوط كده. وهنا هيبقى الراسم التاني من المخروط، واللفة دهيت اللي هي بتاع الربع ايه؟ دايرة. ويبقى مركز الدوران بتاع المخروط بتاعتي إلى أسفل هو ده، وده الراسم الأولاني وده الراسم الثاني، والجزء دوت بيبقى ربع مخروط، والمخروط معروف الشكل الهندسي بتاعه. تعالوا بقى دلوقتي نبتدي نرسم الإيه؟ الهدار الفيومي بتاعنا نصه منزوع الأتربة. بمعنى احنا هنرسم الأول الأورنيك الترابي، ولما هنرسم الأورنيك الترابي هنرسم نص الأورنيك الترابي. يبقى النص ده بتاع الأورنيك اللي هو ترابي هيبقى كأن الهدار هنا مردوم، النص التاني يبقى الهدار منزوع عنه الإيه؟ الأتربة. أول حاجة ده السنتر لاين بتاع المجرى المائي، وهو نفس الكلام السنتر لاين بتاع الإيه؟ الهدار. زي ما اتفقنا عشان نرسم الأورنيك بتاع المجرى المائي بتاعي، باخد خط افتراضي هنا واقول عليه ده خلاص كده منسوب الايه؟ القاع. وبعدين اقيس المسافة اللي هي تعبر عن الفرق بين منسوب المسطح ومنسوب القاع، واقول ده مستوى المسطح. اخد مسافة اللي هي الفرق بين منسوب المسطح ومنسوب الطريق، ويبقى ده منسوب الطريق. يبقى دول اول ثلاث معلومات عندي في الأورنيك: منسوب القاع، منسوب المسطح، منسوب الطريق. بناخد عرض المجرى المائي اللي هو عرض الايه؟ القاع. طيب هاخد من هنا نصه، هاخد من هنا نصه، واخد الميل ايه بتاعي وارسمه ايا كان بقى الميل دوت. وعرفنا طريقة رسمه: واحد لواحد، ثلاثة لاتنين، أو اتنين لإيه؟ لواحد. يبقى أنا خدت الإيه؟ الميل ده. وبعدين باجي آخد عرض المسطح وباخد الإيه؟ الميل بتاعي التاني، أو برسم من هنا تاني وبطريقة رسم الأورنيك بتاعي إذا كان عرض المسطح معلوم أو عرض المسطح غير إيه؟ معلوم. ويبقى أنا كده استخدمت معلومتين جداد اللي هما الميل ده والميل ده، زائد المعلومة بتاعت عرض الايه؟ عرض المسطح. بعد كده باخد عرض الايه؟ الطريق.
باخد عرض الطريق، وفي نهاية عرض الطريق بإيه؟ باخد الميل بتاعي اللي هو إيه في الآخر. طبعا هنا هيتبقى لي خط الإيه؟ القطع. يبقى أنا كده رسمت نص الأورنيك اللي هو الجزء ده اللي هيبقى فيه الإيه؟ التراب. هنكتفي كده في السايد فيو برسم الإيه؟ نص الإيه؟ الأورنيك، ونروح نشوف بقية الإيه؟ المسقط بتاعنا. هنبتدي هنا بنحدد ده البلان وياخد معاه الايه الاليفيشن، خط افتراضي لبدايه البلان بياخده معاه الاليفيشن. نروح للاليفيشن ونخلي بالنا بقى من الكلام الجديد اللي احنا بنقوله في رسم الهضار ونصفه منزوع منه الاتربه. اول منسوب ده جديد، اول منسوب ده منسوب سطح الارض اللي محطوطه عليه القاعده بتاع الهضار. يبقى هنا ده انسوب السطح بتاع التربه اللي محطوط عليه قاعده الايه الهضار. وبعدين اجي اقيس المسافه دي، ها اللي هي الفرق المنسوب ما بين سطح القاعده بتاع الهضار ومنسوب الايه القاعده اللي هو هيمشي مع منسوب الايه البيد. يبقى ده منسوب البيد، منسوب البيد هو منسوب ايه السطح العلوي للايه للقاعده. يبقى ده كده خلاص منسوب الايه البيد. وبعد كده هناخد المسافه وناخد المسطح، وبعدين ناخد المسافه وناخد الايه الطريق. الجديد هنا ان انا خدت اول منسوب عندي هو منسوب ايه سطح الارض اللي هو بتاع الايه القاع. يبقى كده تمام، ده منسوب القاع البيد، هاخد منه المسافه اللي هي الفرق ما بين منسوب المسطح ومنسوب القاع، وباخد خط المسطح، واخد الايه الفرق ما بين منسوب الطريق ومنسوب المسطح واحدده، واخد منسوب الايه الطريق. يبقى ده منسوب القاع، ده منسوب المسطح، ده منسوب الطريق، ده منسوب سطح الارض اللي محطوط عليها الايه القاعده. تمام، نبتدي برضو نحدد الايه الاطوال بتاعتنا بتاع الايه المساقط اهو. يعني ده كده الايه الحد بتاع البلان لفوق كده، ده اللي هيبقى خط الايه القطر. حددت هنا احدد معاها الايه السايد فيو كده. تمام، يبقى ده اخر حد عندي في السايد فيو، وهو اخر حد في الايه في البلان. يبقى انا محدد من هنا ومحدد بالسنتر لاين ومحدد كده. هنا ده الحدود بتاعتي اللي هي الايه الطريق والمنسوب بتاع القاع بتاع الايه القاعده. طب نحدد بقى في الاتجاه التاني. تمام، نحدد في الاتجاه التاني. يبقى شوفوا بقى خدنا المسافه طويله قوي قوي لحد ايه هنا. طبعا باخد معاها الايه المسقط الايه الافقي. يبقى انا محدد الايه المساقط الثلاثه بتاعتي. نبتدي بقى خلاص احنا اتعودنا وتعلمنا ان احنا بنرسم القطاع العرضي اللي هو نص الاورنيك، بيبقى مسقطه فوق اللي هو القاع المسطاح الطريق الثلاث خطوط، زاد عليهم خط الايه سطح القاعده قاع القاعده هنا. وبعد كده ده كله ده مسقط الايه البلان بتاعي. نبتدي بقى نسقط الايه القاع والمسطاح والطريق الخطوط بالطريقه الايه التقليديه اللي احنا قلناها في رسم الايه الاورنيكات. يعني ببتدي يا اما اسقط من هنا كده وده كده وبعدين ده، وبعدين المستوى اللي بعده المستوى اللي بعده المستوى اللي بعده، او اجيبها من فوق يعني اي حاجه. يبقى هنا كده ده اول ده كده بيعبر عن نهايه الايه القاع، يبقى ده القاع بتاعي. بعد كده بدايه الايه المسطاح، بعد كده نهايه الايه المسطاح اهو، بعد كده بدايه الايه الطريق، هنا كده نهايه الطريق، هنا نهايه ميل الايه الطريق. يبقى انا كده خلاص اسقطت الايه القطاع بتاعي العرضي اللي هو الاورنيك، بس هو ده كده بقى نص اورنيك، ها لان الناحيه الثانيه ايه مفيش ايه تراب. ويبقى ده البيد وده السطح المائل، ده المسطاح وده السطح المائل، ده الرود او البنك والسطح المائل الناحيه الثانيه، ودي ارض الايه الزراعه، وده زي ما احنا قلنا بقى ايه سطح القاعده اللي هو البيت، وده المسطاح، وده الايه الطريق. نرجع بقى دلوقتي احنا بنرسم ايه؟ ما احنا ما بنرسمش قطعات ترابيه بس، ده احنا بنرسم الهضار وايه ونصه مردوم ونصه مش مردوم. تعالوا بقى نبتدي نشوف ازاي هنرسم الهضار. واول مسافه تقفل الجزء المائل، دي اهم حاجة في الرسم المدني بتاعنا. المسافة دي اللي احنا كنا بنقولها في التمارين اللي قبل كده هي المسافة ايه اكس، المسافة اكس اللي هي بتبقى
طول الايه القطاع الصندوقي من الحائط اللي هو ايه, إيه كده بيبقى الحائط الصندوقي بتاع مسافته اكس, والمفروض هنا كمان تبقى ايه اكس, يعني وده الحائط الصندوقي يبقى المسافة دي اكس والمسافة دي ايه اكس. بس احنا هنا عندنا الحائط الصندوقي بتاعي بيتبعه ايه حائط مستقيم وبعديه حائط ايه مائل, لكن انا لو هاخد حائط صندوقي بس هتبقى المسافة دي هي ايه اكس, واخد هنا دي ايه كده زيها ايه اكس, وانقل الكلام ده كأن السنتر لاين ده مراية, يعني كده نص الايه القاع, يعني كده بداية الجناح, ده بداية الجناح بتاع الهضار, يبقى في جناح زيه بالظبط عند السنتر لاين الايه التاني, لكن اهم حاجة عندنا هي مين المسافة ايه اكس, ده هي اللي احنا رسمناها. تمام, زي ما انا قلت اهو, هنيجي بقى ناخد هنا كده مسافة ايه, ها نفس المسافة اللي يبعد عنها بداية الجناح اللي هي نص الايه نص عرض القاع, عشان كده بنقول هنا كنا بناخد نص ايه عرض القاع, هيبقى النص الايه الناحية التانية اهو كده, ناخد نص عرض القاع, ايوه كده كلام جميل, يبقى ده القاع بتاعي وده بداية الجناح الشمال وده الجناح الايه اليمين, ودي ايه بداية الحيطة بتاعتي اللي هي الصندوقية اهي اهي, يبقى دي الحيطة اكس صندوقية وهي هنا الحيطة اكس الايه الصندوقية, والحيطة دي هي بداية مين, بصوا بقى كده, بصوا بداية الجناح اهي طلعت على طول, الاسقاط بتاعها فين فوق, بداية الجناح بتاعي هيبقى هنا بقى الجناح, الحيطة الصندوقية وبعدين الحيطة الايه المستقيمة وبعدين الحيطة المايلة, هنا برضو نفس الكلام, هتبقى الحيطة الصندوقية وبعدين الحيطة المستقيمة وبعدين الحيطة الايه المايلة. نبتدي بقى دلوقتي ناخد ايه سمك الحيطة, يبقى من هنا بقيس سمك الايه الحيطة, يبقى ده سمك الايه الجناح, نفس الكلام اعمله ايه تحت, ادي سمك الايه الجناح, يبقى انا برسم الجناح الشمال مع الجناح اليمين اللي هم بتوع الايه بتوع الهضار, والتراب موجود اهو زي ما هو, هنشوف ازاي هنلحم التراب مع الايه الهضار. بعد كده باجي اخد سمك الحيطه من هنا اهو, كونت كده الحائط الايه الصندوقي والحائط المستقيم, لسه هنكمل الحائط الايه المائل. طيب زي ما انا خدت ايه السمك بتاع الحيطه هنا باخده ايه تحت, تمام, بس نخلي بالنا بقى دلوقتي بقى الجناح الشمال ده مردوم جوه مع الاتربه, الجناح اليمين ده هنا مفيش اي تراب, فيتال مستيك, غلطه وحشه قوي لو يبقى فيه تراب ايه هنا, انما هنا بيبقى فيه خرسانات, اه خرسانات لا بس ايه منزوع الايه الايه الاتربه. بنجي ناخد بقى خلاص حد المسافه ايه اكس بتاعتي وبعدين اجي اقيس عليها بقى ايه ربع الاتش, الاتش اللي هي الايه المسافه ده اهي, اجي اخد ايه ربع الايه الاتش اهي. طيب احنا هنا خدنا ايه اللي قبلها, خدنا قبلها عادي, احنا كنا قلنا هنا كده بداية الجناح وهنا بقى نهايته, يعني باخد طول الجناح اللي عندي اللي هو معطى ايه ليا, باخده تحت ها اهو هنا وباخده هنا كمان وكمان اخده فوق اللي هو بقى ده ايه, اه ده كده انا بقى حددت هنا بقى الحائط الصندوقي الحائط الايه المستقيم وبعدين كده الحائط المايل وده نهايته نهايته, نرجع بقى بالراجع, يبقى ده بداية الحائط المائل وبعدين ده الحائط المستقيم وبعدين الحائط الصندوقي, يبقى هنا النقطة دي هي بتاعة الحيطة الايه المايلة, والحيطة المايلة دي بتاخد نفس ميل التراب ده, اه يعني هنا ده كده ها الميل ده كده الميل اللي هنا ده هو الميل ده, ماشي. طيب هو في الغالب بيبقى واحد ايه لواحد, عملنا الحيطة المايلة نبتدي بقى نسقط الايه الجزء ده كده نسقطه عندي, تمام, يبقى انا كده حددت الجناح بتاع الحيطة المايلة الحيطة المستقيمة الحيطة الايه الصندوقية, ونفس الكلام ايه تحت. نروح بقى ايه للي احنا كنا بنقوله ان احنا هناخد المسافة دي ايه ربع اتش واحددها هنا. طيب بصوا بقى معايا, هل انا هاخد هنا ربع اتش, اخد ربع اتش ازاي بقى, ده الربع اتش دي معمولة عشان يتردم عليها, يتردم ايه عليها, يبقى انا باخد الربع اتش ايه تحت, دي ما بتظهرش الا لما بننزع الايه الاتربه, لكن هل سطح الحيطه من فوق انا شايفه, اه شايف سطح الحيطه لان ده مش الردم بعده,
اللي وراه هو اللي مردوم، الجزء اللي وراه اللي هو ايه مردوم، ده كل ده ايه رد. طيب يبقى هنا كده خلاص انا خدت ربع الاتش. طب ما انا ممكن اخد ربع الاتش من هنا كمان اهي كده، تمام خدت الربع الاتش من ايه هنا كده لحد فين، لحد هنا. هنا بقى ربع الاتش بكام؟ بصفر. يبقى كده تمام، اروح موصل ديت بايه بدي كده، يبقى انا خلصت الجناح بتاعي ايه تحت. ما تنسوش ان ده بيبقى مايل كده وده بيبقى مايل كده، يعني المسافة دي ايه نروح ايه قافلينها خلاص، المفروض ايه نقفلها اهو، قفلناها بس قفلناها ايه متأخر. يبقى احنا هنعمل ايه في المسافة ديت؟ هيجي وقت علينا ان احنا ايه نقفلها. يبقى انا بقيس من هنا كده ربع اتش اهو، وبعدين الربع اتش هنا بكام؟ بصفر. يبقى مايل كده تمام التمام اهو. بعد كده طب خلاص نشوف بقى هنا برضو ده افضل، يعني الرسم خطوات وانت ممكن تبدأ في اي حتة وتعمل اي جزء، يعني ممكن اسيب هنا ابتدي اسقط فوق وهكذا. طب احنا هنا فعلا خلاص حددنا الجناح بتاعنا وحددنا الجزء المايل اللي هو ايه اللي هو الربع الاتش، ويبقى لي ان انا اخد الايه القاعدة اللي هي بتشمل الجناحين. يبقى هنا هبتدي اخد الايه القاعدة بتاعتي، بداية القاعدة اهو، ده بداية الايه القاعدة بتاعتي. بصوا بقى معايا، القاعدة جت من هنا لحد هنا، لان هنا اي نعم ده تراب وبد، لكن ده اتقلب لايه لخرسانة اهو، ده تراب اللي هو القاع، وبعد دي كده دي القاعدة اللي هي الايه الخرسانية. يبقى انا خدت بداية القاعدة الخرسانية تحت، اخدها ايه فوق اهي كده تمام، ودي الرفرفة بتاعتي. يبقى دي بداية القاعدة الخرسانية وده تراب. هنا بقى الكلام ده المفروض امسحه او ما تقلش عليه وانا بايه بفنش، تمام. طيب يبقى خدت انا بداية القاعدة بتاعتي تحت وخدتها فوق، انا ممكن بقى اعمل ايه؟ ممكن الف حوالين الايه القاعدة بتاعتي بالايه بالخرسانة العادية اهو، اجي كده اروح لف كده واروح طالع رأسي كده ايوه، وبعدين اروح عامل موازي ده. وقلنا هنا مفيش داعي ان احنا نيجي في الاخر ديت ونعملها موازية، ليه؟ عشان ايه مش مستاهلة. وبعدين هنا كده تمام، اروح واخد ايه القاعده فوق بقى كده خلاص، القاعده بتاعه الهدار اتكونت فوق اوتوماتيك، القاعده بتاعه الهدار هي اتكونت تحت اوتوماتيك، الجناح الايمن بتاعي بقى مكتمل ومنزوع منه الاتربه، الجناح الايسر بتاعي بقى مكتمل بس ايه هيتردم ان شاء الله تعالى، لان كل ده تراب عندي، بس ده تراب مايل، هنشوف هنحلها ازاي دي دلوقتي. اتفقنا قلنا ده ربع اتش وده ربع اتش، يبقى بعمل ايه خط الفاصل ايه ما بينهم، عشان ابقى هشر ده كده ربع الاتش وهشر ده كده ربع الايه الاتش. دلوقتي يا باش مهندسين احنا رسمنا الجناح الايمن والجناح الايسر، ورسمنا القاعده ورسمنا القاعده فوق، احنا بنرسم الهضار الفيوم. يبقى نيجي هنا نبدأ على مسافه انا حددها تكون متحدده لي ما فيهاش اي مشكله ديت، وابتدي الايه الهضار بتاع الايه الفيوم، باخد الايه الارتفاع بتاعه، وبعدين اخد المنسوب بتاع الكريست، منسوب الايه العتب، وبعدين اجي اخد عرض العتب واروح عامل الميل بتاعي اللي هو كام 2:1، يعني المسافه دي 2:1 او المسافه دي نص دي كده. انا رسمت الهضار الفيوم بتاعي، ابتدي اسقطه ايه تحت في البلان اهو، الاسقاط ده بتاع الايه الخط المستوى الرئيسي ده، وبعدين الايه ده اهو يبقى الاسقاط بتاعه، وده الاسقاط بتاع نهاية الايه، ده الاسقاط الثابت بتاعي بتاع الهضار، ده العتب الكريست، وده الميل اللي احنا قلنا عليه ميل 2:1 تمام التمام كده. يبقى انا رسمت الايه الهضار بتاعي فوق ورسمت الايه الهضار بتاعي تحت، يتبقى لي ان انا هشوف ازاي هرسمه في السايد ايه ليو. على فكره كده احنا مشكلين تشكيله في الرسم بتاعي بتوضح اللي احنا ايه بنرسمه، ان انا رسمت هنا جناح وجناح ورسمت الهضار، وهنا فيه تراب وهنا مفيش تراب معايا. نبتدي بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. طبعا احنا عارفين ان احنا بنعمل ايه، بناجي ناخد قطاع عندي اللي هو A B C D، وبنبص ايه
كده مظبوط. تعالوا بقى نشوف، ما هو اصلا ده مسقط من هنا من ناحية التراب. طب ايه اللي جد عندي؟ اللي جد عندي ان انا حطيت هنا ايه الجناح بتاعي، يبقى وانا باصص كده شايف الايه الحيطة دي اهي، شايف الحيطة دي وشايفها منين؟ من منسوب القاع لحد منسوب الايه المصطلح، انا باصص كده وهي باصص كده، ما انا باصص في البلان كاني باصص في الاليفيشن، باصص في الاليفيشن كاني باصص في الايه في البلان. يبقى ده بيتقفل كده، بتبقى الحيطه الصندوقيه بتاعتي كده، وبيبقى التراب اللي مايل كده عاملين شكل ايه مثلث. يبقى ده اول حاجه ايه تظهر عندي. خلي بالكم بقى، انا ببقى ماشي كده وشايف مين؟ شايف الهضار، تمام. وبعدين بدخل كده، دي مهمه قوي عشان ناس كتيره ما بتاخدش بالها منها. انا كنت عندي اي بي وباصص، وبعدين اتنقلت من بي لسي. بصوا بقى، انا بقطع كده في الهضار اهو، بقطع في الهضار وبقطع في القاعده فده بيبان عندي هنا ايه، بيبان عندي خط اهو ماشي. ده احنا واحنا باصين شايفين ايه منسوب الايه الهضار اللي هو المنسوب ده، فرسمناه تمام. بس خلينا بقى ايه، ده رسمناه كده معاه. انا قلت كنت بقول ان احنا هنا عند بي، دخلنا كده عند ايه، عند سي مظبوط. يبقى الخط اللي هنا ده يبان ايه عندي، خط قطع اهو، خط ايه شايف، انا شايف قطع فيه. وطبعا انا قلت قبل كده رسمنا دهيت اللي هي بمنسوب مين الهضار معايا. طبعا كل البيانات دي بتبقى معطاه، بيديك منسوب القاع، منسوب المصطلح، منسوب الطريق، منسوب الكريست العتب، انت عارف ان الميل 2 ل 1 بيدي لك ارتفاع القاعده، ميول الحائط الخلفيه، طول الهضار، المسافه اكس مش هيديها لك، خلاص المسافه اكس هي بتمت ايه متحدده ماشي. طيب احنا قطعنا ورحنا كده، رحنا كده، يبقى انا هشوف الايه، هشوف ده وقاطع فيه اهو، هشوف ده وقاطع فيه. وبعدين السمك بتاعي مظبوط، السمك بتاعي هيبقى هنا، وبعدين هنا، دي بتاعت الايه، الربع اتش اللي تحت اهي، الربع اتش اللي ايه اللي تحت. طبعا الخط ده اللي هو بتاع ايه القاعده، اللي هو المسافه من هنا لهنا اللي هي بتاع الايه القاعده. خلاص اخر حاجه انا قاطع هنا في الايه في القاعده، ويبقى كده كمان. بصوا معايا، انا لما عملت القطاع بتاعي اي بي سي دي قطعت هنا وبينت بقى كده عندي ده اللي هو الاورنيك الايه الترابي، ده كده الحائط الصندوقي بتاع الجناح، وده الحائط الصندوقي الناحية التانية، وبينهم الايه الهضار. بس خلي بالكم، انا لما بدخل من بي لسي وبعدين بروح بقى من سي لدي، بيبقى الجزء ده ايه ورايا، فهنا كده الهضار اختفى، اختفى لان انا واقف هنا، واقف هنا فشايف الهضار ايه في ظهري. لكن اي بي انا باصص هنا، باصص هنا فشايف الهضار ايه قدامي، فبيبان بهذا ايه بهذه الايه الصورة. تمام التمام. تعالوا بقى ركزوا معايا في نقطة هامة جدا 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 في الرسم الايه بتاعنا. زي ما احنا قلنا هنا هيبقى السمك بتاعي، وديت بتاعه الربع اتش، يبقى هنا الميل بتاع الحائط بتاعي 4 لايه ل 1، وكده يبقى استكملنا السايد فيو بالكامل. هي دي كانت ايه، كانت ناقصه في ايه الاسقاط بتاعنا. زي ما احنا قلنا، ده اللي هو بيعبر عن المستوى الاولاني، الجزء ده اللي هو العرض بتاعي بي، وبعدين الجزء دوت اللي هو بتاع الربع اتش اللي هنا، والاخير بتاع الايه الاعداء. المفروض ان انا اوصل النقطه دي بالايه، بالنقطه بتاعت سمك الايه الحائط من فوق، يديني الحيطه اللي هي ميلها 4 الى 1. خلصنا كده. تعالوا نشوف اهم نقطه في الرسم كله اللي انا حكيتها قبل ما ندخل على رسمه الايه الهضار. الجزء ده مايل كده، مايل كده 1 لـ 1، 2 لـ 1، 3 مايل كده، والحيطه دي مايله كده، واضح واضح ان الحيطه دي مايله كده وده مايل كده. فاحنا قلنا ان الحيطه اللي مايله كده بتيجي لحد هنا وتبتدي ايه تلف كده وتروح جايه كده اهو، تيجي هنا كده، الميل ده جاي كده، بصوا بقى معايا، تيجي كده، تيجي كده، تيجي كده، وتروح لفه كده. يبقى بدل ما كان الميل في الاتجاه ده،
اصبح الميل كمان في الاتجاه العمودي. الشكل ده بيبقى ربع مخروط. طب ما احنا عارفين الربع مخروط اسقاطه في الافقي ربع دايره، اسقاطه هنا هيبقى مثلث. ده كده ده كده ده كده ده الربع مخروط، لان المخروط نص المخروط مثلا يبقى كده، او لو مخروط كامل يبقى كده مثلث كده، مظبوط. طيب يبقى انا هاجي هقف عند النقطه دي، عند النقطه دي، ودي بتبين دقه الرسم. لو انا وقفت عند النقطه دي لازم المسافه دي، انتوا عارفين المسافه دي ايه؟ اكس، اللي هي بتساوي ده. شفتوا المسافه اكس دي اهميتها ايه؟ يبقى انا بقف هنا، المسافه دي بتبقى اكس. طب تمام، والمسافه من النقطه دي للنقطه دي هي اكس، هي اكس، لان زي ما قلنا ده مع ده بيكون لي ربع دايره، فده نص القطر وده نص القطر، يبقى هنا نص القطر اكس ونص القطر اكس. طب نص قطر اكس نص قطر ايه؟ نص قطر الربع المخروط اللي قاعدته فين؟ فوق. فيبان تحت، هركز هنا هيبان دايره، طبعا ربع دايره، هركز هنا وبفتحه بالبرجه مقدارها اكس، واروح واخد الايه؟ واروح واخد الدوران بتاعي كده. يبقى التراب كان كده، بصوا بقى التراب، التراب يجي هنا كده ويعمل ايه؟ نقول عليه بيعمل ربع مخروط، يعمل ربع، والحيطه تسنده. يبقى اذا الجزء ده بالكامل يتمسح، يتمسح، لان كل ده كده بقى ردم ومسطح. شفت دي؟ دي راحت واخده التراب كده، ودي دي حاجزه، دي حاجزه التراب. يتمسح الجزء دي، اهم حاجه في حته في في الرسم. بقى كل دوت عباره عن المسطح بتاعي، المسطح بتاعي وسع هنا قوي قوي، يعني احنا جينا خدنا التراب كده ولففناه كده، بقى ده كله ده تراب في تراب على نفس المنسوب اللي هو بتاع منسوب المسطح. هي دي اهم حاجه زي ما بقولنا عليها في في الرسم. ما تنساش ده عباره عن ايوه ده مركز الربع دايره اللي تحت، اللي هو مركز المخروط، اللي هو راس المخروط، راس المخروط. يبقى هنا المخروط راسه الاسفل، وهنا واخدين ربع مخروط بس اللي هو بيظهر في المسقط الافقي ربع دايره. تمام تمام كده خلص الرسم. ده كده الهدار عندي اللي هو نصفه منزوع الاتربه. بقى الجزء الجناح ده اهو مردوم، بس بسيطه بسيطه مردوم. النص بقى من السنتر لاين اللي هو تحت ده ماله؟ مش مش مردوم. خلصت القصة دي، ببتدي افنش لوحتي. تفنيش اللوحة تتقيل على الخطوط الصحيحة، وما تقلش على الخطوط اللي هي خطوط العمل، وابتدي احط البيانات، المناسيب، واحط التهشير، واحط الميول، وهكذا. يبقى المرحلة اللي انا هبتدي فيها دلوقتي هي مرحلة وضع البيانات، وضع المناسيب، وضع الابعاد، وتسميه المساقط. نبتدي. يبقى هنا شوفوا اول بعمل بفنش من فوق لتحت ومن اليمين للشمال. ده كده اللي هو منسوب الطريق، ده كده منسوب المسطح. تمام التمام. كده منسوب الكريست. في هنا الادمه، ايوه اهي الادمه. تمام، وطالما عملت الادمه هنا هيبقى لها اسقاط تحت. نشوف بس اللي بعد منها، ده القاع، وبعد كده اتقلب بقى بقى سطح القاعده. طب اللي بعد منه من هنا، من هنا بقى ايوه لحد الاخر، ده كده سطح القاعده خرسانه، وبعد كده اتقلب تراب. هنا بقى ايوه القاعده بتاعتي. يبقى شفتوا بقى الخط ده ملوش اي لازمه، والخط ده ملوش اي لازمه. كده يبقى عندي ده قاعده الهدار، وده الهدار، ودي الجناح الشمال اللي انا شايفه، وده القاع، وده المسطاح، وده الطريق. تمام التمام. نبدأ بقى ننزل على المسقط الأفقي. ده خط قطر أهو، خط قطر، ويبان هنا في في السايد فيو. ده نهاية اللاند ليفل أهو، نهاية اللاند ليفل، مفيش حاجة هناك. هعمل هو أصلا مستنتج من هنا، يبقى خلاص تمام. اللي بعده ده بداية الطريق، اللي بعده ده نهاية الطريق. أنا راسم الكلام ده بالإسقاط من هنا. ده كده نهاية الميل بتاع الطريق. نروح بقى نشوف هنا بقى جمال المسطح. المسطح واقف لحد هنا كده تراب، وبعد كده حيط، وخلاص بقى
كده تراب، ودي الحيطه دي. الحيطه دي بقى ايه مهمتها دلوقتي؟ تسند الايه الاتربه دي، زي دي هنا هيبقى في اتربه وتسندها، فهو في تماسك. بس احنا لو رسمنا ده باتربه وده باتربه ما استفدناش حاجه، لكن احنا هنا بنستفيد ان احنا بنرسم الجزء ده من غير الاتربه والجزء ده بالاتربه، ولذلك بنقول عليها الضار نصفه من او نصفه اللي هو النص ده منزوع منه الايه الاتربه. نكمل نكمل. يبقى هتقل على الخط ده اللي بعده، الخط ده اللي هو الخط الداخلي. خلي بالكم الخط ده اللي هو بدايه بقى الحاجه اللي انا ايه شايفها، شايفه اهو اللي هي الحيطه الايه الاكس. اوعوا تنسوا بتنقل من سي ايه بي بي، من بي لسي، يبقى الجزء دوت انا قاطع ايه فيه اهو، ده انا قاطعه كده في هنا نص وهنا النص. النص ده انا شايفه من قدام والنص ده انا شايفه من ايه من جوه، فهنا في خط فاصل ايه بينهم. نكمل ده كده انا شايفه برضه اهو وشايفه ايه الناحيه التانيه. اللي بعده انا قاطع فيه ده انا بينهم، واللي بعده نفس الايه الكلام اهو. اخر حاجه في الجزء ده اللي انا بتكلم فيه اللي هو ده، والجزء الاسقاط بتاعه اللي هو الايه الخط ده كده. تمام تمام يتبقى هنا منساش منساش الجزء اللي ايه اللي ورايا دوت. اروح متقلين على ده ومتقلين على ده كده. خلاص انا خلصت ايه مجموعه الخطوط الايه الافقيه. بنبدا في الخطوط الايه الراسيه، بنبدا من هنا. يلا يبقى معايا ده كده الايه الطريق، بعد كده اللاند ليفل، واللاند ليفل دي ماشيه مع المسطح. ايوه ايوه شوفوا بقى المسطح بقى قد ايه، بقى المسطح مع الحيطه كله بقى ايه حته واحده اهو. شفتوا بقى الحته دي كل ده بقى اسقاط للحته ديت، وسعت الايه بقى المسطح. خلي بالكم لما ابص من هنا اشوف الحيطه والحيطه وراها المسطح، ابص من هنا اشوف الحيط وراها الايه المسطح. طبعا بعدين ده منسوب مين؟ منسوب الهضار طبعا. ده السمك هنا، السمك هنا ماشي. بعد كده منسوب الايه الهضار. ده الجزء ده انا شايفه من بعيد، والجزء ده انا ايه قاطع فيه اهو. وبعدين الجزء الصغنطوط ده اللي ايه اللي ورا. اخر حاجة عندي الايه القعدة. تمام تمام نروح بقى ايه في الاليفيشن مع الايه البلان. طبعا ده اول خط، خط قطع فوق ويبقى خط قطع ايه تحت. ندخل بقى جوه. اول حاجة عندي القعدة اهي، القعدة اول حاجة. بعد كده القدمة اهي، القدم اتقل عليها تحت، اتقل عليها تحت. خلي بالكم بقى القدمة هنا ليها ايه مستوى افقي، انا سايبها للاخر على طول ديت ايه افنشها واقفلها اهوت كده. تمام التمام. بعد كده المستوى ده اللي عندي ايه هو مرسوم قبل كده، اتقل عليه اهو مظبوط كده. هدخل كده دخلت بقى على اسقاط الايه الهضار ده، طبعا ايه يتقل عليه، وبعدين ده كده يتقل عليه وبعدين افنش دوت مع ايه نفس الكلام تحت مظبوط. بعد كده اللي هو الجزء طبعا دوت دايما ما حدش ينسى الكلام دوت، والجزء الايه اللي تحت منه ده. الجزء ده اللي هو سمك الحيطه من جوه اهو، هنا وهنا. نيجي بقى لاهم حاجه اللي احنا قلنا عليه ناخد بالنا منه اللي هو اكس. شفتوا بقى اهميتها واحنا اتكلمنا عليها قبل كده. اخر حاجه عندي كده احنا فنشنا الايه جميع الخطوط الافقيه والخطوط الراسيه. لسه في الميله. نبتدي ده طبعا اخر خط بتاع القطاع، نعيدها تاني ديت اخر خط اللي هو خط القطاع. بعد كده اتبقى لي الخطوط الايه المايله. انا عندي هنا مستوى مايل، مستوى مايل، فين تاني؟ ايوه ده مستوى مايل وده مستوى مايل. هنا كتير مستوى مايل، مستوى مايل، مستوى مايل. نشتغل على المستويات المايله زي ما قلنا بقى بالقلم والايه والمسطره بتاعتنا. اروح واخد اتقل على المستويات الايه المايله. خلصت ده وده، اروح نازل ايه رايح على السايد ايه فيو ده، اللي بعده ده، اللي بعده ده. ايوه كده يتبقى لي ايه هنا كده في واحد اهو اخر واحد. تمام تمام يبقى كده خلصنا الايه المستويات الافقيه والمستويات الراسيه او الخطوط الافقيه والخطوط الراسيه، وكمان الخطوط الايه المايله. نبدا مرحله ايه بقى؟ ايوه خلي بالكم هنا التهشير. المستوى ده مايل، فبهشر هنا التلات خطوط اللي احنا قلنا عليهم جايين من الايه من العالي للواطي.
ديت ربع المسافة، دي نص الايه المسافة. قلنا الكلام ده في رسم القطاعات الترابية، بس احنا اهو بنعيده تاني. ديت بتبقى ربع المسافة ده اهي اللي هي دي، وديت الايه النص، ودي الربع، ويبقوا ثلاثة كده. ونكررهم بقى، ها كررهم بقى هنا. طب ما هو مايل قدام اهو، مايل قدام، يبقى كده هنا. لا لا لا، هنا ده الجناح مش مايل، ده حيطة رأسية. هنا التراب هنا والتراب هنا اهو، يبقى انا هشرت هنا وهشرت هنا، وهنشوف تهشير بقى ربع الايه المخروط ان شاء الله تعالى. طيب ما هو ده مايل اللي فوق ده برضه اهو، ده مايل اللي هو من الطريق لايه للمصطاح. الميل ده كل ده يعتبر ايه مايل. اهشر بقى كل الايه الجزء بتاعي دوت، ها انه ايه مايل. خلصت الجزء ده، انزل تحت ابتدي. ايوه الطريق هنا كده مايل ناحيه الايه المصطاح، برضو نفس الكلام، دي الربع ودي الايه النص. ويلا اشتغل هنا كده، كل الميل ده يلا، كل الميل ده اهو، كله ده مايل، كله ده مايل، ثلاث خطوط كده مضاف بنفس الايه الصوره الجميله ديت. نروح بقى بعد كده، ده مايل كده، ما هو ده مايل الناحيه الثانيه اهو، ده مايل الناحيه الثانيه، يبقى اروح مؤشر الناحيه الثانيه اللي هو الميل ايه دوت. احنا عرفنا ده الطريق، والميل هنا كده، والميل ايه هنا كده. بهشر بقى الايه الميول بتاعتي. تمام كده، يبقى انا هشرت ميول الايه الطريق. نروح بقى للميل ده اللي هو ميل ايه، اللي هو ميل ده اللي هو من القاع للايه للمصطلح. خلي بالكم الميل ده جاي كده، وبعدين هيروح لافف ايه كده اهو، يبقى ده كده، ها، وبعدين هيجي لافف كده، هنشوفها دي بعدين، ده مع ده. بس احنا هنا عملنا دول اللي هم مقابل لدول، الميل ده هو الميل ايه ده، هنا في الافقي، هنا في الايه في الراسي. ونعمل الايه الايه الجزء دوت كده. يبقى احنا ده الميل من المصطاح للقاع، ده الميل منين، من المصطاح للقاع، ده ميل من الطريق للمصطاح، ده ميل من الطريق للايه لللاند ايه ليفل. تمام خلاص كده، نبتدي بقى نشوف الجزء ده تراب، الجزء ده خرسانة، الجزء ده تراب، كل ده تراب وقاطع فيهم. يبقى لازم اهشر التشير بتاع الايه التراب، اللي هو شرطتين وتلاتة، شرطتين وتلاتة، او شرطتين وتلاتة، اروح لده يلا بقى شرطتين وتلاتة، وايه كده خلاص. يبقى ده كده تراب وقاطع فيه، وده كده تراب وقاطع فيه. طب ما هنا نفس الكلام، ايوه احنا قاطعين في الايه في ده، وقاطعين في الجزء ده، وقاطعين في الجزء ده، كل ده مقطوع فيه، كل ده، ها كل ده من الاول للاخر هنا مقطوع فيه، ويبان بتهشيرة الايه التراب. ويبقى كده خلصت انا كمان تهشيرة الايه التراب في القطاع، دي تهشيرة التراب في الميل. بعد كده بقى تعالوا نشوف ازاي هنهشر ميل التراب في المخروط. جميع الميول بتاعي تروح للمركز، للمركز ده برضه انا هرسم ثلاث خطوط، واحد صغير واحد كبير واحد صغير، الربع النص الربع. بس هنا ده بيبقى ايه عمودي على ايه على الايه الخط ده، ماشي. هنا بقى كل الخطوط واصلة لمين، للايه للمركز، وده المركز. يبقى هنا هرسم خط، بصوا بقى، صغير كده ورايح للمركز، واحد كده النص ورايح للمركز، الربع ورايح للمركز كده بالشكل ده. الثلاث خطوط دول رايحين في فين؟ رايحين للايه للمركز، ولذلك هم المسافة بتاعتهم هنا واسعة، بعد كده بتضيق، هي مش واضحة قوي ليه، لا بس هم معمولين ايه مظبوطين، لان في بعض الطلبة بيغلط، ها، والمهندسين ويجي يهشرهم متوازيين. طب ما هم لو متوازيين يبقى اكيد التلاتة مش هيروحوا لنقطة واحدة اللي هي نقطة الايه المركز. تعالوا نجرب الحكاية دي برضو فوق. انا عندي ده كده هنا اخر المستوى اللي هو مايل كده، وبعد كده يبتدي يدور يلف كده ويجي بالايه بالميل ده. برضه هعمل هنا ثلاثة زي دول، بس رايحين لمين؟ للمركز. فين المركز؟ اللي الليزر موضحه. يبقى هرسم ثلاثة كده اهو، شوف تلاحظ دول كده، ثلاثة، بص ده قد الكبير قد الكبيرة، والصغيرة قد الصغيرة، بس كله رايح لمين؟ رايح للمركز. دي مهمة قوي قوي
التهشيرة بتاعة الايه المخروط بتاعنا كده. احنا بناخد قطاع اي خلصنا تهشير التراب الميول، خلصنا تهشير القطاع في التراب، خلصنا تهشير الميول اللي هي بتاعة المخروط. احنا قاطعين في الهدار خلاص، نهشره خرسانة عادية، قاطعين في الجزء ده كله نهشره خرسانة عادية. خلاص كده تمام، التنبيه واضحة الصورة، واضح الايه المساقط بتاعتي بتتكون واحدة واحدة بطريقة فنية جميلة. نبدأ بقى مرحلة تاني، المرحلة دي سهلة خالص. نكتب جميع المناسيب اللي عندي وبغزارة عشان تبقى الرسمة واضحة للمهندس اللي بينفذ. احنا بدأنا بمنسوب الايه المصطاح 5.5، 5.5 عملناه في 3 حتت، بعد كده الطريق 6.5، 6.5، 6.5، شفتوا زي بعضهم. طيب القاع ده منسوب الايه؟ منسوب الكريست، منسوب العتب بتاع الهدار 4.75. ده معناه كده ايه؟ 75 سم تحت الايه؟ تحت المصطاح. بعد كده ده القاع 3، ده يعتبر القاع بس هنا استبدلناه بالايه؟ بالسطح بتاع الخرسانة 3، اخر واحد ايه؟ 3. يعني كده بنقدر نقول ان المناسيب كويسه مكتمله في الايه وواضحه جدا جدا بالنسبه للسكشن ايه اليفيشن. نروح للبلاد لسه، لسه كده، تمام. ده كده 3، ده كده 3، ده 2، معناه ان ايه القاعده بتاعتي ارتفاعها 1 ايه متر. يبقى انا المناسيب بتاعتي وزي ما احنا اتفقنا وقلنا ده زادت عليها المنسوب اللي هو منسوب ايه 2 اللي بيبين لي سمك القاعده. بعد كده نروح لمين بقى؟ للبلان، ولا نكمل؟ نكمل الميول 2:1، الهدار 2:1، الكلام ده كله 1:1، ده 1:1 وده 1:1 وده 1:1 معايا. طبعا الكلام ده بيبقى معطى، يبقى احنا بنكمل الميول ونزلنا بقى، ابتدينا كمان ايه نكمل الميول تحت، نكتبها 1:1، 1:1، 1:1، ماشي. نروح بقى كمان لايه؟ لمنسوب الايه الطريق، احنا عارفين انه كام؟ 6.5. دي مرحلة كتابة البيانات سهلة، ده كده الطريق منسوبه كام؟ 6.5. اللاند ليفل، اللاند ليفل اللي هي زي المصطاح 5.5، المصطاح 5.5. شوفوا بقى حتى اختيار الاماكن اللي احنا بنكتب فيها الايه المناسيب بتاعتنا. القاع 3، شوفوا احنا كتبنا الناحية دي وكتبنا الناحية دي عشان نعرف الايه، وكمان الحتة دي 3 والحتة دي كمان ايه 3، ماشي. والحتة دي كام؟ 3. اكتب اكتب في كل حتة، الحيطة دي منسوبة 5.5، في كل مكان تقدر تحط فيه مناسيب عشان تدي بيانات للمهندس المنفذ وتريحه يبقى تمام. ده اهو منسوب العتب الكريست 4.75، تمام. بعد كده ايوه ده الميول بتاعتي، احنا عارفينها الميول دي كام؟ الميول ديت بتاعت ايه 4 الايه ل 1 اللي هي بتاعت الخرسانه الايه العاديه. امال الميول دي ايه؟ ده الميل ده بتاع 2:1 اللي هو الميل الخلفي للايه، اهو الميل الخلفي للهدار، ماشي يا شباب تمام. بعد كده بنهشر الحيطه المايله دهي ودهي اللي هي ميلها 1:1، ميلها 1:1، تمام التمام. نروح بقى للايه السايد فيو، بقى السايد فيو الطريق 6.5، البيرم 5.5، الهدار 4.75، القاعده سطحها 3، القاعده تحت 2. بيتهيألي وممكن نكتب كمان ابعاد كتيره ومناسيب كتيره وتوضيحات كتيره بحيث ان الرسمه تكون ايه كامله ومكتمله، تمام. اوعوا تنسوا ان احنا بنستكمل البيانات قدر الايه الامكان. وبعد كده بنقول ده المعتاد بتاعنا ان احنا بنعمل قطاع راسي اي، بنعمل مسقط افقي مظبوط، وبنعمل قطاع جانبي اي بي سي دي. فين احنا قاطعين اي وفين احنا قاطعين اي بي سي دي؟ احنا قاطعين اي بي سي دي كده اهو، اي بي سي دي. هنا بقى خلاص بقى اتكررت كتير، فاحنا هنا بنوضح احنا قطعنا ازاي وشفنا ازاي، لكن احنا خلاص بقت معتاده لنا في رسومات الايه منشآت
الري او المنشات الايه الهيدروليكيه. وده المقطع بتاعي اي اي، وبيبقى كده اكتمل رسم الهضار الفيومي. ها نصفه اهو، نصفه منزوع الايه الاتربه، هو النص التاني ايه عليه الايه الاتربه بتاعته. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع اطيب تمنياتي لكم بالتوفيق.